فيديو النهاردة هيكون عن نلبس ايه في اليومين الحر دولت، بس في نفس الوقت تكون حاجة مريحة وحاجة تكون شكلها حلو وشيك، بس في نفس الوقت ما تحررناش بمناسبة درجة الحرارة العالية اليومين دول، واننا مشاوير الصبح بتبقى صعبة جدا علينا. هنتكلم في شوية نصايح، مثلا ايه الحاجات اللي نركز عليها واحنا بنبني الاوتفيت بتاعنا، الخامات اللي نركز عليها وايه الخامات اللي نبعد عنها، وشوية نصايح كده. هنلوك كتير في الانترو، يلا بينا نبدأ على طول. Hey guys what's up، انا بسنت بعمل فيديوز عن ازاي نبني دولابنا صح، ازاي نلاقي ستايلنا، وازاي نلبس لو احنا بتيت بادي، وعن الهدوم المستعمله، وعن اي حاجه ليها علاقه بالفاشن. اول حاجه هنتكلم فيها هي السايز بتاع الهدوم بتاعتنا. شوف الحاجات الاوفر سايز طبعا بتبقى حلوه جدا في الحر، ومش يعني وبتعمل شيء من التهويه، وبتبقى الاختيار الامثل. لكن في نقطه تانية عايزه اتكلم فيها، هي نقطه ان مثلا الصيف دوت كان نازل الكروبات والبي بي تي اللي هي البيزيكات الضيقه الصغنطوطه ديت، فبيبقى في بالنا دايما ان هي هتكون مش هتحررنا لانها صغننه وعلى مقاسنا، حتى لو احنا هنلبسها مثلا لوحديها من غير حاجه، او هنلبس فوقها مثلا قميص، او هنلبس فوقها حاجه عموما. بس القاعده دي مش صح، او الفكره دي مش صح، ومحتاجين نغيرها. مهم جدا واحنا بنختار البيزك بتاعنا يكون مقاسه مظبوط علينا، بمعنى انه ما يكونش ضيق اوفر، ولا يكون مثلا اللي هو اوفر سايز الا لو احنا بقى جايبين اوفر سايز وهنلبسه. زي ده كده، ده يعتبر السايز بتاعه مناسب او وسع مناسب، لان الفراغ اللي بيكون بين القماشه وبين جلدنا بيعمل زي تهويه كده ومكيف طبيعي وتبريد من درجه الحراره، عكس لما نلبس حاجه ضيقه على جسمنا بالظبط بتحتفظ بالحراره اكتر. فمهم جدا ان احنا نختار القطع يكون في ما بينها وما بين جلدنا مسافه، لان المسافه دي بتعمل تهويه، ولما يجي الهواء كده يلطش فينا مثلا، او شويه نسمه هواء كده تعدي، فنحس ان في هواء داخل لنا، عكس مثلا لما نلبس الحاجه ضيقه. الكتاب الثانيه هنتكلم عن الخامات واللايرنج، فكره ان احنا نختار طبقات والالوان. مهم واحنا بنعمل لايرنج، يعني مثلا لو هنلبس تي شيرت وفوقيه مثلا حاجه، مهم جدا ان احنا نختار طبقات تكون خفيفه على الجلد، ونبي اتنشن كده للليفل واحنا بنشتري، بمعنى اننا لازم نبص دايما على الليفل. انا دي دايما بقولها علشان نعرف القطعه دي بتتكون من ايه، او ايه المكونات بتاعتها عموما. طيب ايه احسن الخامات بالنسبه للصيف؟ بالنسبه للصيف احسن خامتين عموما هما القطن والكتان، لانها خامات طبيعيه مش بتحرر، وبتدي مساحه كده لجسمنا ان هو يتنفس، وفي نفس الوقت مناسبه جدا للناس اللي عندها حساسيه ومش بتعمل ريحه عرق جامده. ايه الخامات اللي نتجنبها ونبعد عنها؟ اي خامه صناعيه زي البوليستر، زي الريون، زي الاكليريك، كل الخامات دي ومشتقاتها او الحاجات اللي زيها بتبقى خامات صناعيه، بتبقى مش حلوه وبتحرر وبتحتفظ بريحة العرق، وبتعمل ريحة عرق يعني كريهة جدا وفجأة. وبالنسبة لنقطة الألوان، فدايما نركز على اختيارنا للألوان الفواتح، بالذات لو نازلين مشوار مثلا الصبح، فنخلينا في الأبيضات أو البيجات، انها بتعكس اشعه الشمس مش بتمتصها. طبعا الغوامق وزي الاسود، لو عايزين نختار غوامق او مضطرين ان احنا نلبس غوامق، فطبعا احنا ما دام عارفين معادله الخامات وعارفين ايه الخامات اللي نلبسها، فوقتها هيكون الموضوع قليل شويه، او مش هنتحرر للدرجه. فما دام احنا عارفين المعادله دي هنعرف نختار الواننا عادي. دلوقتي يجي الوقت اللي انا افكركم تعملوا لايك للفيديو دوت، وتعملوا سبسكرايب للقناه علشان تنضموا للعيله بتاعتنا، وعشان تتابعوا كل جديد. الموضوع مش بياخد وقت خالص، هي ثواني هتدوسوا على الحاجات اللي تحت دي. ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تشيروه لاصحابكم علشان الفايده تعم. طيب هنتكلم عنها، هي فكره اللايرنج. اللايرنج من الحاجات اللي في الشتاء بتخلينا نحس ان الاطقم في الشتاء اشيك، او هدوم الشتاء اشيك، لاننا مثلا في الشتاء بنلبس بلوفر، وبنلبس مثلا فوقيه جاكيت، وبعد كده مثلا نضيف السكارف، وبعد كده او الشال، وبعد كده نضيف الجلافزات، بيبقى فيه زي رصه راسيه كده عشان نقدر نحافظ على حراره الجسم. اللي بيحصل بقى في الصيف ان احنا مش بنقدر نطبق الموضوع دوت، لان في الصيف طبعا مفيش فكره ان احنا نضيف سكارفات وجواكت والجو ده، فبتبقى الرصه افقيه اكتر. طيب ايه ممكن نعمله علشان نحل الموضوع دوت؟ حل الموضوع دوت ان احنا نختار قطع يكون فيها ديتيلز او خياطات كده منها فيها، او ان احنا نختار حاجات يكون فيها باترون تكون، عشان ده بيعمل لفت نظر للعين، لان العين دايما بتميل للحاجات المعقده. على الرغم من قله الطبقات هنحس بردك ان الاوتفيت ده اشيك. الطيب الرابع اللي هنتكلم عنها هي القطعة المركزية. اننا نختار قطعة مركزية نبني عليها الاوتفيت ده اسهل بكتير. عمركم سألتوا نفسكم ليه بنزهق من فكرة التيشيرت والبنطلون الجينز، مع انهم مريحين وعمليين وحاجة سريعة ونقدر نلبسها، وحاجة يعني تعتبر تايمليس، او حاجة اللي هي مدتها مش بتروح؟ ده بيرجع لان القطعة دي قطعة بيزك، علشان كده بنحسها مملة. فحل الموضوع دوت اننا نختار قطعة تكون فيها تويست، او في قطعة تكون فيها حركة، او قطعة تكون فيها شيء من الستيتمنت كده، زي مثلا البلوزات اللي هي فيها بافي سليفز، او اللي هي كمامها منفوخة. دي حلوة جدا في الصيف، شكلها مختلف،
مش شبه القميص العادي، وفي نفس الوقت بتدينا احساس بالتهوية لان هيبقى في مسافة بين جلدنا وبين القماشة. برضو ممكن برضك البلوزات اللي هي فيها كشكشة او فيها اي حاجة كده، انا مش عارفة دي اسمها ايه صراحة، بس هي بتبقى حاجات زي كده، دي برضك لما يجي فيها شوية هوا كده ويلطش فيها شوية هوا هيبقى في شيء من التهوية برضو، وفي نفس الوقت مش هيبقى شكلنا مملين، ولكن برضو محافظين على فكرة التهوية، محافظين على فكرة الوسع والالوان الفواتح برضو. اخر تيب، ودي تعتبر بونص الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه كده، الاكسسوارات. انا دايما بحب الاكسسوارات ودايما بحب اتكلم عنها لانها من الحاجات اللي بتعمل نقلة للاوتفيت وتقدر تنقله من ستايل لستايل، وحاجة بسيطة مش بنبذل فيها مجهود كبير ونقدر نعبر بيها عن نفسنا اكتر. فالاكسسوارات في الشتاء ممكن تكون ايس كاب، ممكن تكون سكارفات، ممكن تكون تكون جلافزات. والشتاء اغلب الوقت مش بنقدر ان احنا نضيف اكسسوارات ياما علشان الطبقات بتبقى كتير، فهي كده كده مش بتبان وبتختفي، ولكن في الصيف فرصتنا بتكون اكتر ان احنا ننوع في الاكسسوارات ونلبس اي اكسسوارات نحبها، فنقدر ان احنا نزود في الاوتفيت او نخليه شكله اشيك واحلى بالاكسسوارات. نقدر نضيف برضك اكسسوارات الصيف زي الباكيت هات، زي الكبات، حاجة من الحاجات دي هتقدر تضيف لنا حماية لراسنا من الشمس، وفي نفس الوقت هتضيف شكل مختلف للاوتفيت بتاعنا. بس كده، I hope you enjoy. باي.